أكيد PHTLS قيمة مضافة. ضولنا على أشياء ما كنا نحطهم بعملنا اليومي. يعني بتحسي بكل مهمة بتطلعي فيها خاصة الإصابات إنه طريقة الشغل بتصير غير ما كنا نشتغل فيها قبل. اللي حمسنا على التطوع بالصليب الأحمر هي هيك قصة صغيرة. صار في حالة قدامي غيب عن الوعي زلمة كبير بالعمر، كنت بعدني أنا ما بعرف شيء عن الإسعاف وما خاطرة ببالي حتى أنه فوت على الصليب الأحمر. ركضت لعنده أنه بدي ساعده بس ما عرفت شو بدي أعمل. دقيت للصليب الأحمر وبقيت ناطر حده تأجى الصليب الأحمر، بس أخدوه صرت تفكر أنه ليه مش أنا اللي بيجي بسعفه. وفعلا تاني يوم رحت قدمت على الصليب الأحمر. من خلال الصليب الأحمر في ساعد وفي يكون جزء من هالحياة. PHTLS علمنا كتير قصص نحن ما كنا عادة نستعملهم، كيف نسحب المريض بطريقة سريعة بلا ما نأذيه، كيف نكشف عن العضو المصاب تبعه كرمال نشوف إذا في مشكلة معينة. عادة بطريقتنا اللي كنا نستعملها قبل ما كنا نكتشفها بالمريض كرمال نساعده بعد أكتر. بارت من البراتيك تبعيتنا، يعني بطلنا حتى نفكر فيهم. الجزء اللي من PHTLS اللي نقدر نطبقه، لأن في اشياء تعلمناها ما فينا نطبقها لانه مش مغطيين بالقانون اللبناني نحن نطبقها، اكيد عم نحطها ونشتغلها مع كل مريض. الشيء الحلو بال PHTLS اللي خلينا نصير نضوي على نشوف الإصابة بخطورتها أكثر مما كنا نشوفها قبل. أي إصابة ننقلها بسرعة كثير على المستشفى، أي إصابة ننقلها نتروش شوي بنقلها على المستشفى. الجولدن أور اللي من قبل كنا أكيد نخدها بعين الاعتبار، بس هلأ صرنا نعرف فعاليتها وبالضبط شو عم بيصير بهالفترة بالجسم. صرنا نشوف حالنا على الأرض كتير أسرع، انفجارات، حوادث واس، بس أجمعنا أكتر شيء بحوادث السير والإصابات اللي بيقع من الورش، هو أكتر شيء منحس بالفرق بقصة PHTLS وفينا نستعمل PHTLS. مرة جينا أبال على أكسيدان سيارة، في بنت بسيارة نازلة على الأوتوستراد الحزمية من ميلة الطلعة بعكس السير، فاتي بسيارة طالعة بالأوتوستراد. نحن وصلنا على الأرض، البنت كانت طابة على دريكسون السيارة وغيبة عن وعي. جربنا نحكيها وما وعيت، شيكنا لها يعني الـ ABCDE كلهم، بلشنا بالإيرويز كانوا مفتوحين ما كان في شيء، شيكنا البريذينج كان في نفس كتير سطحي وكتير ضعيف يعني كتير بطيء، كشفنا تنشوف النفس مبين انه في شوية احمرار وشوية ازرياق لانه ما كان في إيرباكس وشي بقى دغري. السيركوليشن البلس تبعولها كان كمان سطحي وبطيء. وقت شفنا حالتها هالقد كريتيك قررنا نعمل رابيد اكستريجيشن، سحبناها بالطريقه السريعه اللي تعلمناها بالبي اتش تي ال اس واخذناها على المستشفى باسرع وقت ممكن. كان عندها كسر برقبتها، طلعوها على الانتنسيف كير بس اكيد عطوها الادويه اللازمه والاشياء اللازمه فرجعت وعيت. وعرفنا بعدين انه الكسر كان من جراء الاكسيدان، ولو ما سحبناها بالطريقه المضبوطه اللي سحبناها فيها كانت يمكن دهورت حالتها أكتر ويمكن انشلت أو توفت. أكيد عم طبق الـ PHTLS بالمهمات اللي عم بيخدها، ساعدني كتير بالتحليل على الأرض، تشخيص الحالة والشغل بفعالية أكتر. كان عنا مهمة حادث سير، شفت الإزاز طبعا اللي حد الشوفير فائع وفي عليه دم، في عندي مينيموم 3 إصابات. سلمت الشوفير تبع هيدي السيارة لشخص مسعف معنا وأنا رحت لعند اللي حد الشوفير لأنه عارف أنه رح يكون في عندي إصابة مهمة بالرأس وكان عم بيخيب عن الوعي. من وراء PHTLS قدرت أحضر حالي أنه في عندي هيدي الإصابة وهيدي الإصابة مهمة لأنه من تقييم الموقع، يعني كنا من قبل منوصل بدنا نفحصه وبدنا نعمل له رابيد تروما أسسمنت، بس وصلت أنا ولقيته أنه هالقد حالته خطرة وكان نفسه كتير ضيق، دغري حطينا له أكسجين وسحبناه على السريع بالسيارة كملنا الشغل الباقي. فهيدي الشغلة تعلمناها بالـ PHTLS أنه بس يكون مريض فعلا حالته خطرة ننقله بسرعة ونكمل الشغل اللي كنا نعمله من قبل على الأرض نكمله بالسيارة. بس وصلنا على المستشفى سلمت الحالة للحكيم، فسرت له شو الحالة
وفعلا نفعهم كتير اللي قلت لهم اياه من كيف صار الحادث للجلاسكو قدي لكل هالتفاصيل. في شخص عامل نزلنا بورشة كان واقع من طابق عالي ولاحظنا انه رواييه مش عم بيطلعوا بينزلوا بطريقه عم يتنفس بطريقه سليمه. اكيد في طريقه معينه بتفحص فيها الرواية بالبي اتش ال اس, وفي مشكله كمان بتريكي كمان في زيحه على جهه معينه. نحن ما كثير قدرنا نساعده على الارض بس خلتنا نعرف انه بده نقل كثير بسرعه على المستشفى, وقدرنا نخبر المستشفى قبل بوقت. بعتقد لو ما كنا اخذين بي اتش ال اس وهن اخذين الاي تي ال اس لا سمح الله كان يمكن توفى, والحمد لله مشي حاله للشخص. كل الحوادث نطلع فيها, يعني كل حادث سير نطلع فيه بنطلع فيه قبل 10 دقايق عن الارض وبنحس حالنا شغلين مزبوط. ضمنيا بنحس حالنا انه هالبي اتش ال اس قديش فرقت معنا من قبل, بما انه معظمنا اللي اخذوا البي اتش ال اس هن بالتريننج كوميتيز بقلب المراكز واللي انا واحد منهم, فعم نستفيد من هيدا الخبرة البي اتش ال اس والاشياء اللي تعلمناها لا ننشرها إن كان بالكورات اللي عم نعطيها بقلب المراكز أو ضمنياً على الأرض, يعني كبراكتيكال على الأرض بالمهمات اللي نطلع فيها. الأسلوب تغير فوق 60-70% تغير بالتعاطي مع المريض. ياريت كل المسعفين بياخدوا الـ PHTLS تيصير نقدر نغير تعاطينا مع المريض لحد 90-95%, نصير كلنا عم نحكي ذات اللغة يعني.